لا نخجل منه في مجيئه. العبارات اللي كتبها يوحنا هذه أكثر شيء هزني من أعماقي في المواجهة مع كل اللي تعلمناه عن حفظ الوصية. ليه هذه العبارات هزتني من أعماقي؟ اللي هزني من أعماقي هي إنه يوحنا فات فوق بعد محاولة طاعة الوصية، وفات فوق بعد إنه يقهر رغباته المضادة للوصية، وفات فوق بعض إنه بيعمل وصية عشان يا ترى ده حرام ولا حلال، ووصل لبعض بعد كده بكتير قوي. هذا البعض هو إنه مش عايز يجي اليوم اللي فيه هيتواجه مع ظهور المسيح ويجد في داخل نفسه خجل من موقف ما، من تصرف ما، من شيء ما حصل تجاه شخصه وتجاه الأمانة اللي هو حاطها في قلبه من ناحيته. إنه يوم ما أتواجه مع ظهور المسيح مش عايز يبقى جوه في قلبي خجل. اللي عايز يوصل له يوحنا ان علاقته بيه تبقى نقيه بدرجه انه ولا حتى يخجل منه في مجيء اداء البعض. البعض الثاني هو ان يوحنا قدر يتفك تماما من اي احساس بالدينونه واي احساس بالقضاء، رغم ان المسيح اللي هو المجد هو القاضي اللي هيدين العالم. الاب لا يدين احد، لكن كل الدينونه دفعت للابن. هو انفك تماما من الاحساس ده خالص واتنقل الى مستوى تاني في علاقته بيه اللي هو حساسيه الحب. ان اللي بيوجعني انا مش ان هيدن، لا، اللي بيوجعني انا مش انه هيلومني، لا، اللي بيوجعني انا مش اني مستحق المحاكمة على اللي عملته، لا، اللي بيوجعني ان انا ايه ساخجل منه في مجيئه. انا حاسس جوالي بخجل كبير قوي، حاسس بخجل من حاجات كتير قوي جوه، ده قبل ما يجي، ده من هنا، حاسس بخجل من حاجات. بقول هذه المواقف او هذه الاخطاء او هذه التصرفات مخجلاني مش منه، مخجلاني من نفسي. احنا ما عندناش غير حل واحد، انا خجلان من نفسي ولا خجلان من الوصيه لما ابص لها والاقي ابص فيها كده الاقي نفسي معيوب عليها، ولا اسمع كلمه الله احس بالخجل، ولا افكر في مجيء احس بالخجل. طب وبعدين اروح فين؟ ما فيش غير حل واحد، ان انا اروح ليه هو تاني واغسل خجلي بغفرانه هو برضه، وان احفظ نفسي بالدرجه اللي معاها لا اخجل منك في مجيئك. ان احفظ قلبي من النهارده بطريقه جديده بتلمعها تلميع جديد، بحساسية جديدة، بأمانة جديدة. هذه الحساسية الجديدة والأمانة الجديدة عنوانها إن أنا لا أخجل منك في مجيئك. الرب يساعدنا ويثبتنا ويعطينا أمانة شديدة في القلب وتنقية عميقة لقلوبنا حتى نحفظ قلوبنا في محبته غير خجلة منه في مجيئه. له المجد في الكنيسة الأبد، آمين. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 01 1
29-63-48-18 أو عبر فودافون كاش 010-66-16-82-84.